هذه القيمة. قلت لكم هذه كل ما كبرتوها يزيد، يمسح درجات لونية أكبر، مثلا هكذا هكذا هكذا. الآن جالس يمسح السيارة حسب القيمة اللي أنا حطيتها في التوليرنس. يا جماعة ركزوا معي اللي بسوي. لو اخترت أداة الجريديت، إحنا إيش قلنا نشتري لون الزجاج هذا؟ ها؟ أزرق ولا لا؟ طيب قبل ما أعبيه بلون أزرق، مش لازم أعمل تحديد؟ ها؟ لازم أعمل تحديد ولا لا؟ طيب بختار الدرجات حق اللون الأزرق، بختار مثلا أزرق، هنا بختار أبيض، هنا بختار أزرق، بس بنقصه من فين؟ من الخلفية، وأقول له موافق. أصبح معي؟ ليش ما ظهرش؟ لا مش شفاف، مع إنه هنا باين إنه لونه أزرق ولا لا؟ لو حركته شوية بكتشف إنه في لون آخر، أعمل له حد، أحرك شوية في لون ثالث. يعني كان في عندي ثلاثة ألوان داخل لون واحد. الآن أوكي، لو استخدمت أداة الجريدينت وأنا محدد على السيارة وعبيتها هكذا، يروح يعبي السيارة بالكامل، يعبي الطبقة بالكامل. شوفوا هنا، قبلها لازم أعمل إيش؟ أستي مكان الزجاج فقط. نحدد على من؟ على السيارة بالكامل ولا على الزجاج؟ على الزجاج. كيف أحدد على الزجاج؟ في معانا هنا أداة اسمها Quick Selection، في معانا أداة اسمها Magic Wand. شوفوا بس سهولة هذه الأداة، اسمها Quick Selection. أنا ممكن أستخدم الأداة اللي أخذناها قبل شوية اللي هي البوليجينال ولا لا؟ أعمل هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة وهنا، لاحظوا معي. برسم مثلا هنا نقطة. تعرف لا لا؟ طيب في أدوات أسهل. هذه الكويك سيلكشن، مجرد ما أضغط ضغطة واحدة هنا في المنطقة هذه، يعتمد على إيش؟ إيش معنى حدد لي هذه المنطقة؟ لأنه متقاربات في الألوان. وأجي أقول له كمان أضيف هنا وهنا. طيب وهنا كمان. لاحظوا هنا خرج ولا لا؟ العلامة عندي هنا بالإيش؟ ماينس. لا هنا بلس، وخليها ماينس، اخليها ناقص، وارجع انقص، اقول له اطرحها. هذا من الشيش، ممكن اضغط واسحبها كذا، اشتي زيد، اختار بلس وزيد. سواء. يا جماعة الزايد الان، شوفوا علامة الزايد لما اضغط الت ايش ترجع؟ ناقص. يعني اقول له هنا مشتش، هنا هذا هوب. هنا مثلا ننقص هذا مع أرض، زيد شوية ولا لا؟ مع أرض ننقص شوية. أهم حاجة هنا منطقة منطقة التحديد. طيب لاحظوا، استخدمت أداة الجريدينت، الجريدينت كان أبيض وأزرق. لو جيت عبيت هكذا، فين راحت التفاصيل اللي داخل؟ اختفت ولا لا؟ طيب والابيض كان، لاحظوا معي لو عملت ريفيرس باس، لاحظوا معي هكذا اختفت التفاصيل ولا لا؟ اول شيء اعمل طبقه، طبقه جديده. شوفوا خيارات الجريدينت، الا مالي من خيارات الجريدينت، ما بعملش خيارات الجريدينت، بنساها بنساها، ولا بستخدم خيارات الجريدينت بالخالص. بس اول شيء عملت تحديد، ثاني شيء رسمت من هنا لهنا بهذا الشكل كنترول دي، اصبحت هذه طبقة لحالها. مش كل طبقة لها اوباسيتي، لو نقصت الاوباسيتي بهذا الشكل وغيرت اسلوب المزج هنا وخليته في اللايت، اسلوب المزج ايش يعمل؟ انا خليت الاوباسيتي 100% ولا غيرت في الاوباسيتي ولا شيء. لو كان اسلوب المزج نورمال بتظهر الطبقة على ما هي، لكن لو خليته مثلا لايتن ايش تشوفوا؟ لايتن يكون مضيء، لو خليته داركن مظلم، ولو خليته ديفرنس يعكس الالوان، ولو خليناه مثلا هارد لايت يكون لون قوي. ابدل ما اشوف اللي يعكس، اختار هنا هكذا واحد في النهار يتظلل معي هنا بالازرار، ابدل بالاسفل للاعلى للاسفل، اللي يعجبني وقفه.
الزوم كيف كبرت كذا زوم؟ اخترت لا اخترت أداة الزوم، عملت ضغط وايش؟ سحبت على المنطقة اللي تشوفها. واضح؟ استخدمت أداة الكويك سيلكشن وحددت هنا وهنا. ليش ما يحدد زي أول؟ أول كان التحديد أحسن. لا 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 لا، لأني مش محدد على طبقات سيارة. لا لما حددت شوفوا ضربة واحدة. باقي أقول له هنا كمان هنا تمام. هوب اللي تحت هذا مشتيش. شوفوا لفين وسع التحديد. Alt أو أضغط الناقص. شوفوا لما أضغط Alt يلاحظوا إنه يبدل من نفسه. أضغط Alt يرجع ناقص. أقول له هذا مشتيش وهذا وهذا وهنا هذا كامل مشتيش. أضغط وسحب. طيب لاحظوا معي ممكن ممكن لو عبيت بالجريدينت الالوان اللي اخترتها وقلت له تعبئة وشلنا التحديد كنترول، هل اقدر احرك هذه الطبقة؟ لاني صارت من ضمن السيارة. كان المفروض قبل ما اعمل تعبئة اعمل طبقة جديدة واعمل لها تعبئة بالجريدينت بالشكل اللي انا اشوفه مناسب، وبعدين كنترول دي اصبحت طبقة مستقلة لوحدها ولا لا؟ ممكن اجي اغير اسلوب ايش؟ المزج واخليه كلاسيك زي ربعي كاش. للمرة الاخيرة نحدد على طبقة السيارة، نختار اداة الكويك سيلكشن ونحدد على المنطقة اللي نشتيها. اذا كبر معي التحديد استخدم Alt. يا جماعة تلاحظوا انه منطقة التحديد صغيرة. كيف اكبرها؟ هذه الدائرة، تشوفوا الدائرة حق التحديد. تلاحظوا هنا مش معانا الخيارات هذه. ايش السايز؟ الحجم. لو كبرت السايز بتلاحظوا الدائرة مالها كبرت. هاك اقول له مع Alt هكذا صغرها شوية. اذا شفت في اماكن تحتاج دقة ايش اعمل للدائرة هذه؟ كيف اصغرها؟ نلعلة ولا لا؟ واكبر السايز واجلس اتعب نفسي اجلس ادور هذا السايز. في معاكم الدال والجيم بالعربي، الدال والجيم. الجيم ايش يعمل؟ تصغير، والدال تكبير. ممكن اجي اذا اقول له هذا مع Alt شيله مشتيش، اصغر شويه واكبر هنا، اوسع 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 لغايه هنا. ممكن اجي مع Alt وانقص اطرح هذا المنطقه. يا جماعه هو اساسا لو في تحديد صح من البدايه، ضغطه صحيحه من البدايه، ممكن تكتب الكور صحيحه من البدايه. طيب افترض اني اشتي اقص قصة واحدة من هنا. طبعا هنا كنترول دي. لاحظوا معي استخدمت اداة الكويك سيلكشن. قلنا اعدادات اي اداة تظهر معانا من اعلى. السايز اللي هو الحجم، الهاردنس المعومة، السبيسنج المسافة. لو جيت ضغطت هنا ضغطة واحدة اصغر الحجم هكذا راح جاب لي هذه المنطقة. كيف ننقص من التحديد؟ شكلكم قدكم تطبقوا مع ذنب سمعي. بالتالي نكبر منطقة التحديد أو نصغرها ولا لا؟ اللي هو السيلكشن Alt ونقص أطرح. أقول له هذه المنطقة مشتيت وهذه هنا مشتيت مع Alt. لغاية هنا مثلا وهذه مشتيت، وبعدين هنا مع Alt وهنا كمان مع Alt هنا 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 هكذا. تمام لحد الآن؟ لا الصغير بعمله لوحده، مشتيش اعملهم الاثنين مرة واحدة. ايوه بيعمل. شوف ليش بعمل الصغير لوحده؟ عشان ما يعمليش الفاصل هذا الاسود يروح يلونه. انا مشتيش يلون لي هذا الفاصل، مشتيش يلون لي فقط منطقة الزقاق. اي ما في زقاق. الآن كيف اعبي هذا اللون؟ اختار اداة الجريدينت واعبي بلون على طول. اعمل طبقة جديدة واختار اداة الجريدينت اللي هي كانت ابيض وازرق واعبيه مثلا بهذا الشكل. كنترول
شيء تحددوا على طبقة السيارة، لأنه هذه الأداة أساسا تعتمد على الطبقة المحددة. لما أجي أحدد هل صحيح أن تكون الدائرة حقي بهذا الحد، كيف أصغرها؟ بالجيم، بالجيم، وأحدد هذه المنطقة، أكبر شوية علشان أشوف. ليش كبرت أنا؟ كنترول زائد Alt وأطرح هذه المنطقة بالكامل، أطرحها، وبعدين نعبيها باللون، نعمل طبقة جديدة ونعبيها بالجريدينت حقنا بهذا الشكل، كنترول، ونغير أسلوب المسك للطبقة وتصير معانا السيارة. واضح الكلام؟ واضح. اللي تشوفوها مثلا حقها لا، التعبية زايدة، تحددوا على الطبقة هكذا وتنقصوا الأوباسيتي. بس هنا ظهر معي اللون الأخضر، ما ينفعش نقص الأوباسيتي هنا. كذا حصلت على تدرجات لونية نفس لون الخلفية، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا. واضح الكلام؟ طيب إذا بتطبقوا لي عدة أشياء. بتطبقوا لي أول شيء هذا بالتحديد كيف بتعملوا. الشيء الآخر بتشوفوا كيف تعملوا تغيروا لون شقاق السيارة. هذا قد طبقته ولا لا؟ هذا طبقوا لي بس. يا رجال استخدم أداة اللاسوتو للورقة قصدك هكذا، ها؟ ارسم أي حاجة بتقدر ترسم الورقة. لا 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 لا، ها ها ها، لا تقفزوش. في حاجات لحد الآن ما تقدروش تعملوها، في حاجات لحد الآن ما تقدروش ترسموها. رجاء شوية شوية، خطوة خطوة، لا تستعجلش.
الآن خليكم معي خليكم معي. كنترول زد كنترول زد كنترول زد. اتراجع لغاية هنا. لاحظوا معي، هنا معي سيارتين، هنا معي سيارتين، ونفترض انه كل واحدة كانت بلون، وزي ما قلت لكم مش بالضرورة انكم الآن تعرفوا تلون. موضوع التلوين او الكلر كوريكشن هذا شيء احنا بناخذه لاحقا ان شاء الله، بس نفترض انه صورنا السيارة هذه كان معنا سيارتين، واحدة بهذا اللون واحدة بهذا اللون، حطيناهم على بعض بالضبط، لازم ينطبقوا على بعض بالضبط، وهذه لازم تركزوا عليها من البداية. الآن لو كبرت شوية لاحظوا معي، لو أخذت أداة اللاسو، واللاسو تحديد عشوائي يعتمد على حركات الماوس، الآن بهذا الشكل مثلا سحبت التحديد حقي مثلا هكذا، لغاية هنا ولغاية هنا، الآن هذه أعمل لها ديليت، من ظهر اللي تحت ولا لا، بخفيها بس عشان تشوفوا. كيف أنسخ من هذه السيارة نسخة ثانية؟ Alt وسحب، Alt وسحب. كيف أعبيها باللون الأسود؟ أضغط فوق اللاير مع كترال وأعبيها باللون الأمامي، Alt ديليت كنترول كنترول دي. الآن أسحبها لفين؟ للأسفل، وأقدمها أضبطها بس موقعها بالضبط، يعني أو أوضعها بشكل صحيح بهذا الشكل، وأظهر الطبقة اللي كانت معي بالتحت بالأسفل وتظهر معانا بهذا الشكل. بالنهاية يعتمد على الشكل اللي أنتم بترسموه، يعتمد على الشكل اللي أنتم بترسموه على أساس أنكم تعملوا هذه عملية القص اللي هنا. يعتمد على حركة اللاسو تول، يعتمد على حركة، يعني مثلا لو قلت باللاسو تول، لاحظوا معي، لو قلت باللاسو تول استعمل مثلا هنا قطع مثلا، لاحظوا هكذا اعمل ديليت لمن، للطبقة اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق، عملت لها ديليت، من ظهر تحتها؟ اللي تحت اللي هي لونها، ننزل عليها ونعمل كمان نعمل لها ديليت بهذا الشكل، بس كان المفروض اني اعمل حركة اللي هي حركة الموف على اساس انه هذه المنطقة تظهر معي بهذا الشكل. كنترول ناقص بهذا الشكل، واضح الكلام؟ واضح؟